فريد مع أنفاس. موضوع اليوم موضوع شيق، نسولوا الآباء والأمهات ديال التلاميذ اللي في المدارس خصوصية على التزاحم وتحقر الأطفال داخل الترانسبور ديال المدارس. إلا بغيتوا تعرفوا الآراء ديالهم خليكم معنا بكل تواضع. الموضوع على الترانسبور ديال المدارس الخصوصيه اللي كيدكسوا فيه الدراري، يعني كيزاحموا الدراري كيديروا لهم بحال داك الدجاج الرومي. اش ظهر لك شي رساله اليوم؟ الرساله هو ان الوباء باقي ما مشاش وبان الواحد خصو ياخذ يعني الاحترازات ديالو، وبان الترانسبور ماشي معناه ان باش نربح البلايص وباش ناخذ لو ماكس بوسيبل ديال لي بيرسون، بالعكس ناخذ لو ماكس بوسيبل ولكن ندير دوطغ ترونسبور، ندير بليزيوغ مويان دو ترونسبور اللي غيهزوا لي هذاك العدد اللي عندي، ونحترموا هذا الوباء اللي كاين باسكو راه المرض باقي كاين وحنا باقي ما محترمينوش. وكيف ما هاد لافاغ هادي دابا هبطات وي، ولكن راه باقا تقدر تطلع، والموت ما تيرحمش، يعني الواحد الا جا هادشي راه تيموت، حتى واحد ما تيسخب وليداتو. وشي حاجه ضراك من جهه هاد المدارس الخصوصيه؟ وان الواحد تيخلص الفلوس وكيطلبوا فريمون دي مونطون انكرويابل اللي حنا كنخلصوا، داخله فيها لاسيغونس داخل فيها هذا، ولكن ما كاينش الاحترام ديال بحال هكا التباعد ديال الترونسبور ديال لو نومبر دو ديليف، ما كاينش. دونك الرساله هو يثقوا فينا وجه الله وفي وليداتنا، هادشي اللي كاين. تحياتي. الله يبارك فيك. بالنسبه للترونسبور واحد عوض فاش انهم يديروا واحد ثلاثه ترونسبورات ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه، كيديروا ثلاثه ترونسبورات ولا اربعه كيجمعوا فيهم هذوك المقابل ديال هذوك سته ولا سبعه ثمانيه كيجمعوهم في ترونسبور واحد. كيديروا بحال الدجاج الرومي. كما قلتي جوج كيديروهم في واحد. جوج ترونسبور هذوك الناس اللي غايديرهم في جوج ترونسبور كيديرهم في واحد، كيبقاو غاديين مزاحمين وهادي وما كايناش واحد الراحه النفسيه للتلميذ انه باش يكون غيعطي في المدرسه. انا المدارس الخصوصيه خويا صراحه المدارس الخصوصيه من نهار نزل هذا الملف ديال المدارس الخصوصيه استفدوا منه غير رؤوس الاموال غير الكبار، فهمتيني ولا لا؟ استفدوا منه كما كنقولوا رجال الاعمال السياسيين الكبار هما اللي حاولوا انهم يستثمروا في المدارس الخاصه، والمدارس الخاصه حاليا هي كما كنقولوا مشات على النوطه ديال هذه المدرسه ان اللي كتعلم هذه لا يكفي انك تعطي الفلوس تنجح، ما بقاش هذاك التعليم الاساسي اللي كنقولوا المدرسه الخاصه في الاول كنا كنقولوا كاع اللي كيقرا في بريبي راه كيقرا وكيدير، لا دابا ولينا كنشاهدوا ان الناس كاع ما يمشيش كاع للمدرسه وينجح ما عندوش مشكل. حاجه ما كاينه، ما كاين والو غير الواجهه وصافي، كاين هذه المسؤوليه لا مراقبه لا والو. غير الواجهه، وحنا اللي كناكلوا العصا، حنا لي باغو ولادنا اللي كناكلوا العصا، ما كاينه حتى حاجه. ولادنا عام مقيس معامر والترونسبور عامر ولادنا كيمرضوا، هادشي اللي كنا من الناس كنتمنى من المسؤولين الله يزيدوهم ترونسبورات جداد ويزيدوهم كراسه جداد، حيت دابا كتلقى ترونسبور راه عايز اكثر من 50 واحد وغير واقفين، كنا كانوا جا هكا باركين. واش غنقول لك؟ الله يدير شي تاون تلخر صح، ما كاينش نظام وما كاينش تعقيم وما كاينش كمامه كيقول لك حق ديروا كمامه حدا الباب، داروها في الابتدائي الاول قال لك الدراري ديروا كمامه، ما شفنا لا كمامات لا والو. دابا اختي انا كتمشي بلا كمامه بلا هذيك كيدخلوا عادي ما مرض من شري وصم، كيقول لك لا حقا ضروري من الكمامه شحال واحد جراو عليه، ودابا كيقول لك حقا المدرسه عامره. دابا شحال واحد حنايا بعدا انا كنعرف شي ثلاثه ناس حدايا في الحومه ما بغاوش لا يدخلوا من المدرسه خاويه. هادشي في المدارس ديال الفلوس، هادشي كنقول لك انا على مدرسه الفلوس، اما مدرسه عاديه ديك راه حاجه باينه. مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب خارج المغرب، سولنا الناس على الموضوع الشيق ديال التزاحم في الترونسبور التلاميذ والتلميذات ديال المدارس الخصوصيه، وشتو الاراء ديالهم اللي قالوا، وكنتمنوا هذه الرساله توصل للناس المعنيين بالامر. تحياتي.